هذا يونس ويا اي حبر جعله وهي كتري قتل ويا رشيد وحال لي الاسلام شاهد شعليت يا 1945 مركز دقاق كل ما دي اتوب كون دعي يا لبنيه حرمين وشاهي قال له يوم حان عي بيتري وشاهي ما كان خمر هذا وطيب إلى يدوش كل مركز قال قال استشيء مربع قال قال لي إلي استلس ومدنا وسعود الدقاق مركز سيتري وراء يالو قالوا مية وضيال الحين في العشاء أنا إن شاء الله تعالى كبر بالرد تنقيو لنا عن نجد غير كدرس كنا ليه هبرت على هالكاسان وكنت أغني ولا أنا يا ربي وعليه سياسي تبكش وعليه وليك حتى كنا تبيع الحين ما أنت وعين مغرينا هبر أول إيه هالجيسة وحركة يا ريسة موسم ريدا كفصح هديرين وحلو غانينا وحن لها هدول بهانته هدي يدون كل فلان ويدي دول النمدة يو وضع الله إن شاء هي النبضو خير نمدة أتشعلاتين بانو دلنا أتشعلان هبر تشعلو وإساق هبر تشعلو وهرمود كإساق والله نيدان إيب الله يتلاه وحكا لا يسو شاكتين والله إشبرانا يا خير نما ينسو أركينا إساقنا واديار أنا كنا حدان بيش عيسى مسوين النهي ما أنت أم بيكو بنوتهاي تقال كينو ما أنتو كبلاب مي لابد أويق يسو سعودا ليقي يعني كي قبدي قور بيشو أفعدو حالي وين سبراننا أنو قريد ورن ما يه أفعدو وحكالا دي سوكو شاكيسي أكتر كا سومالي يا دسمو دي أكتر كا جيس كا دسمو دي لابد أنك أنا نقضة وليقي تقال كبقدر كين يقوري اللوغد وحانو لا نهي وأنا وقنا يوجادين باكوشرة مريحان باكوشرة سومالنا وحبا كمية لين وأنا وقني واد وحكة واد دارود نمو لكن ما أنت وحكة شنبلي وين خلاص كاننا إساق ما أنت وما أنت هو من يسي هاي وسوق اللي يدقالك وحانو لنا هاي وحينو هاي إساق هي دارود ما قع دارود باكو بقدنا لنا إساق بانو هاي وحانو ما أنت كوه هذا لنا ما قع أول بري هي ما قع عيسى موسى هي كإساق ما أنت وحينو ما قلنا هبر أول إيه هرجيسة وحركة يا ريسة موسم ريدا كفصح هديرين وحلو غانينا هير هرجيسة إيه كترن كإني هبرت على ويا قانا هبر يونس يا وحاس قبتي إنا عقال هرجيسة يسكت لي برع دجال كنورس وريتيو سلام قال كان ما تفرنيا يا أنا إيجار الصوت اللي هو يري أرضه دجال كذي دبره هذا يورس ويا أي هبرج على وحي كنت رقبت ويرشي وحال يري إسلام شاهد شعليت يا 1945 مركز دجال كل ما دي أتوب كون دعي يا لبنيه حرمين وشاهي قال له يوم حان عي بيتري وشاهي ما كان خمر هذا وطيب إلى يدوش كل مركز قال قال استشيء مربع قال قال لي إلى استلس ومدنا وسعود الدقاق مركز سيتري ورا ورا ريال قالوا مية وضيال الحين في العشاء أم إن شاء الله تعالى كبر بالرد تنقيو لنا عن نجد غير كدرس كنا ليه هبرت على هالكاسان وكنت أغني ولا أنا يا ربي وعليه سياسي تبكش وعليه وليك حتى كنا تبيع الحين كل مركي أسلم لأبوري 1980 أراد يا دباتو يا نبي مذكر ريري ولا دقنا كتحت اليوم بلاغي ولا ياشي دول بحمت وي لحظة يا نور ياشي عمج على غير هذا يومين الشام قلبيت كيمي قبت إتا في النظر من أبو الله عرن
odayaashii hamar jecel waxay ku jawaabeen waa taariikh qoran wiilashan aanu dhalay ee mucaaradka ee maxamed siyaad horey ka cabanayaan u soo fariisiyay odayaal miyi jooga oo reer hawda oo maxamed siyaad horey ma yaqaanay arrintaas waxay dhashay in dagaalladii hayayaal ay dhacaan in wadaamo isku qoyaan in rag badani uu dhinto waxayna keentay wiilka la qaban waayey baa keentay ka soo waaday habar yuunis iyo waxaa isqabtay ina cigaal hargeysay isku dileen burca dagaalkii loola soo wareejiyo saleebagaalka maanta fadhiya yaa ina cigaal u soo diray oo yidhi ordoo dagaal ka rida burlo habar yuunis way u yeedhay habar jeclo waxay ku tiri qabta wiilashii colaad idiinma wadno idinla dagaalami mayno walaalayaaloo dagaalka hargeysa jooga magaaladeenna ha u soo celinin wixii ka dhacay waynu ka warqabnaa sagaashan iyo toddobadii markii dagaalku dhammaanayay habar yuunis wiilashii habar jeclay qabatay magaaladeenna iyadaa qabsatay wiilashii habar jeclay qabatay oo qurux badanna waxay keentay beer habar jeclay waxaa nagula dagaalamaysa noo sheegay yidhaahdeen afka lahaynu baa ka soo xadhay maanta waxaynu maqlaynaa habar awal iyo hargeysa waxaa ka yeedhaysa muusow ciidanka fasax hadheeraynu waxaynu ogaanaynaa reer hargeysa ciidanka qaranka inay habar jeclo u yaqaanaan ciidanka la fasaxayay eeladaya ha la fasaxo waa habar jeclo saansaanteedina waa aragnaa odayaasha waxaanu leenahay war haddaad saddexda ha iska buuxinin saddexda ha iska buuxinin in habar jeclo ay soo tiraahdo laascaanood annagaana waanu ku duulaynaa dullinima idiin tahay gardarra idiin tahay ilaahay waxgarasho la-aan ba idiin tahay kii xumaana inuu ku hadlayo kii wanaagsanaana uu ku baqayo ku aamusayo liidasha idiin tahay af muslim iyo af gaal mid uun aanu idinku nimaano meel aanu idin ku soo hagaagno waanu ku aamusnay nabadda waxna weynu ku hadlo maaha waxna weynu ku hadlo maaha weliba waxaanu leenahay annagoo intaasoo dhibaati ay nagu dhacday waad ka wada warqabteeno adduunku maanta salli buu ku wada fadhiyaa ciidanka yagi iyo dhallinyaradii waa ceshanay guryaha yagi mayan dhaafin walaalahaya nabadgelyaanu ugu baaqnay waa nalagu diiday waa nalagu diiday oo nalagama qaadan oo nalagama aqbalin maydkee u dambeeyo kana sii sido saakadana ugu dambayso weerar baa nalagu soo qaaday weli ummadda soomaaliyeed waxaanu leenahay wanaag baanu doonaynaa nabadgelyaanu doonaynaa inaanu dalka iyaga horumarinaanu doonaynaa nabadgelyo wax inoo dhaamo oo soomaali dhexdeed ku dhaamaa ma jirto laakiinse nabadgelyada baryi mayn waxaan u malaynayaa reer puntland iyo reer s s habeenay isaga cadoon dhow yihiin inay boqolkii sanadood ugu dambeeya ayaan soo maray inay ka sii wanaagsanaato mooyaane inta ay ka khaldantana ma ogolaan karayno insha allahu tacaala ma aqbali karayno mana dhacayso in xabadigarow ka dhacdo ayaa in uu magaalada iyo dowladda uu burburiyana annagaa la dagaalamayna puntland dowladda puntland waa hooyadii federaalka soomaaliya waa halkii lagu baxsaday markii qaranka soomaaliyeed uu duwayay waa halka keliya ee maanta soomaaliya ka wada codayn karayso intay saf wada gasho meel kale oo soomaaliyeed oo laga ogol yahay in ninkii u dhashay iyo ninkii u soo guuray ay ka wada codeeyaan aan buntland ahayn ma jirto in laga daydana waa jecelnahay la-aanteed waa abaar liici mayso insha allahu tacaala waxaan mahadinayaa odayaashii deegaanka ee islaam ciise u horeeyo ee mar walba u taagnaa inay ilaaliyaan meesha inaan dhibaata ka dhicin
وحان هم بيجينا يا اسم هذا SSC خاتمه بقاشة علماء دمرك إلى يدكورون يهدر ليرانا أقول متي عاو قر وجوه إلى الناس اللي باتكدع هذه أرضنا هم بيجينا وحان هم بيجينا يا حمونك إلنا قبلناك كتير من اللي قبلنا يهكو جوده جوجا أول وركو اللي قبلنا يه ما أقبل كرينه ما ندع يسوع إن حبدي قرو كدعه كيسكوت يا إلهو مجالا دا يدولا دا أبور بريا أنا قالت تقال ما ينفع ترى لو بهي هي ترى مولا لو بهي هي أساسي خاتم يقول له واسكومت وأوراله وحانو ربنا إن شاء الله تعالى لبد ولدود أو ولا لا أو وحو البكر حيات إلي ماشا كسو بحان تلا لدي سيدي لو قابي لها يا نكو قد جرى قبل ما نقول أو بشر شرية تبكر إلى إدعاء يا حيد قبشي وحان نقبع تيجي اسم هذه كشر ماشو يرى أنك حاجة لما يرينا ولي قبشي وينوت الله دار لها اسم هذه أساسي خاتمه إن شاء الله تبارك وتعالى أرنتوا الدور شكلية وكمف وين تحي سيدي إن شاء الله تعالى ماشى لبد ولدود أو ولا لا أو إسقرب دقل أو وحبنا كد حياة الله بس وصاري لها يا إنو تالة أو إنو إسكك عشان إلا إن شاء الله تعالى نكول شغيرنا أدي أفايد ما أنت وحيث ما نترى على جيرو هل ينبوشكو الحلولي هل وهبيك وقول كي هي أو حنوم علينا يا غير بلدان يا غير اس اس سي هبينا يسقع على الدوي هنا هنا يبغون في سنة ده وده بيا يا صومري هنا يكسي وناسي هنا يكسي وناسي لا تبغوا يعني أنت أي خلاص ترى مو بلان ترى إن شاء الله تعالى كلمنا إن رأيت أي كحكتو إلى أن نقول هذا إلى صومري والله يسوى لك يا نادي يا بوي. مدرسه معلم قران اونلاين او دور 17 سنه جلستي waxaa wax ka dhiga macallimiin khibrad dheer u leh qaabka ugu fudud ee wax loo baro caruurta qurbaha ardaydu waxay casharrada ku qaadan karaan qaab online ah waqti kasta iyo meel kasta oo ay caalamka ka joogan macallim quraan online waxaa lagu bartaa xifdinta quraanka kariimka farbarka ilmaha barashada xadiiska fiqiga iyo culumta kale ee islaamka waxay faahfaahintaas dheer kala xirir telefoonada shaashada ku xiran Afnan Homes oo ah shirkad weyn oo Nairobi guriyaha ka dhista waxa ay kugu bishaareynaysaa inay guri casri ah kaga dhiseyso xaafada Baglanis agagaarka Diamond Plaza qorshaha lacag bixinta markii hore waa 130 inta kalena tartiib tartiib ayaad isaga bixin warka farxad leh ee shirkadu ay ku hayso waxa weeye in labada bilood ee ugu horeysa macaamiisha loo sameeyay qiimo dhimis 120 ah guriga casriga ah ee shirkadu ay ku dhiseyso waxa uu leeyahay masaajid تحفيظ القرآن الكريم كها قوابت الجمسية الجيم كا سوبرماركت فرماشي قوابت الدباشة قوابها عرور تكو عيارتو يوليبا جنراتر باقابا وحيفة فاينينتا سيدار كالحرير نمبر دا شاشة دا كو قرآن